الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة: سؤال، ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ الجواب: قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: قال فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه مسلم. وفيه قال سلاقة بن مالك بن جعش: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله. وغير ذلك من الأحاديث. ثم واصل المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة مراتب الإيمان، فبعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بمرتبة الكتابة، ما يتعلق بمرتبة العلم، شرع يذكر ما يتعلق بمرتبة الكتابة. وكتابة المقادير هي جمعها بقلم القدر في محل معلوم، وكتابة المقادير لها محلان، أحدهما اللوح المحفوظ، والآخر صحف الملائكة. فهناك كتابة في اللوح المحفوظ، وهناك كتابة في الصحف التي بأيدي الملائكة. والفرق بين المكتوب في صحف الملائكة وبين المكتوب في اللوح المحفوظ هو أن المكتوب في صحف الملائكة يتغير ويتبدل، ومنه وعليه قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما المكتوب في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل، بل هو مختوم عليه. وعلى ذلك تفهم بعض النصوص، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يزاد له في أجله أو عمره فليصل رحمه. فهذه الزيادة في الأجل والعمر ليست زيادة في المكتوب في اللوح المحفوظ، بل هي زيادة في المكتوب في صحف الملائكة. وكذلك الأحاديث التي فيها أن الدعاء يرد القضاء، فالدعاء يرد ما قضاه الله عز وجل، وليس المراد بما قضاه وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، فهذا لا يغير ولا يبدل.
وإنما المقصود يرد القضاء المكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة الدالة على هذه المرتبة، فذكر أولا قول الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي كل شيء أحصيناه في مكان يرجع إليه وهو اللوح المحفوظ. وذكر ثانيا قول الله عز وجل: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذه الآية كذلك تدل على أن ما يقدره الله تبارك وتعالى مكتوب في كتاب عنده. ثم ذكر ثالثا قول الله عز وجل: قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فذكر موسى عليه السلام أن شأن القرون الأولى والقرون السابقة مكتوب عند الله تبارك وتعالى، فلا ينسى ولا يكون في مكان لا يهتدى إليه. ثم ذكر الدليل الرابع وهو قول الله عز وجل: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إلى قوله: إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فصرح سبحانه وتعالى بكتابة المقادير في كتاب عنده سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، الحديث. وهذا الحديث في الصحيح كما ذكره قبل ذلك المصنف رحمه الله تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابة المقادير، وأن الله تبارك وتعالى كتب عنده مآل الخلائق إلى الجنة والنار، فمن كان من أهل الجنة فهو في كتاب، ومن كان من أهل النار فهو في كتاب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ الجواب: يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. الثاني: التقدير العمري، حين أخذ الميثاق يوم قال: ألست بربكم. الثالث: التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس: التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. ثم سأل سؤالا آخر
يتعلق بمرتبة الكتابة، فقال: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ الجواب: يدخل في ذلك 5 من التقادير كلها ترجع إلى العلم. مرتبة الكتابة ترجع إلى علم الله تبارك وتعالى، وكل ما يتعلق بهذه المرتبة يرجع إلى علم الله عز وجل. فما من مكتوب في هذه الكتب إلا وقد علمه الله تبارك وتعالى. وهذه المكتوبات تقع كذلك قبل وقوع المخلوقات. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين 50,000 سنة، فهذه الكتابة كتابة قديمة. والمصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن هذه المكتوبات مكتوبات مفصلة، وهو في كتاب في ذكره لهذه الخمس متابع لابن القيم رحمه الله تعالى في بعض مصنفاته. متابع لابن القيم رحمه الله تعالى. فالتقدير الأول هو التقدير العام، وهو كتابة كل ما يقع قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين 50,000 سنة، قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأراضين 50,000 سنة، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم ذكر التقدير الثاني، وهو التقدير العمري، حين أخذ الله الميثاق من الناس وهم في ظهر أبيهم آدم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وهو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وإثبات هذا التقدير، التقدير الثاني، فيه نظر، فبعضهم يسميه بالتقدير العمري، وبعضهم يسميه بتقدير الميثاق، وبعضهم يسميه بالتقدير البشري. والصحيح أنه يرجع إلى التقدير الأول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالث: التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، يعني إذا أراد الله أن يخلق الخلق يقدر على كل مخلوق تقديرا. وسيأتي عند تفصيل هذه التقادير الخمس الأدلة على ذلك. الرابع: التقدير الحولي، أي السنوي في ليلة القدر، فالله تبارك وتعالى
يقدر في هذه الليلة كل شيء يقع في السنة على العبد. الخامس التقدير اليومي الذي يكون في كل يوم وليلة، قال وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. فالصحيح أن التقدير أربعة أنواع. الأول التقدير المجمل، وهي الكتابة الأزلية التي تكتب أو كتبت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والثاني التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، قال ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع، فهذا التقدير العمري عندما يرسل الملك إلى الرحم، والثالث التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، والرابع التقدير اليومي وهو إنفاذ ما قدره الله عز وجل على العبد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليل التقدير الأزلي؟ الجواب، قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائنا. حديث في البخاري، وغير ذلك كثير. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر ما أجمله في السؤال السابق، فقال: ما دليل التقدير الأزلي؟ وهذا هو النوع الأول من أنواع التقدير، وأدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها أولا قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. الحديث في السنن. ومنها الحديث الأخير: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن. وهذه الأحاديث كلها أحاديث صحيحة تدل على كتابة المقادير أزلا، تدل على كتابة المقادير أزلا، وأن الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هنا مسألة، ألا وهي أن أهل العلم مختلفون في أول مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، هل هو القلم أم أنه العرش؟ وأصح أقوال أهل العلم هو أن أول مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى
هو العرش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، وفي رواية: ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. أما قوله أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فهذه أولية نسبية، فهو أول المخلوقات التي خلقها الله عز وجل دون العرش. أول معنى إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فالصحيح من أقوال أهل العلم هو أن العرش كان مخلوقا قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى القلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ الجواب: قال الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآيات. وروى إسحاق بن راهويه أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث بطوله. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده كتابان، فقال: تدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال: للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء للجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال: للذي في شمالي هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح غريب. ثم ذكر رحمه الله تعالى سؤالا فقال: ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ وهذا التقدير سمي بالتقدير العمري وبتقدير الميثاق. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على هذا التقدير، وهو قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذرية من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وهذه الآية الصحيح أنها ليست
في ذكر التقدير، وإنما هذه الآية يستدل بها على إقرارهم بربوبية الله عز وجل، ويستدل بها على المواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى على خلقه، منها ميثاقهم وهم في ظهر أبيهم آدم، ومنها ميثاقهم أو منها ميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وهذان الميثاقان لا يحاسب الله عز وجل بهم العباد حتى ينضاف إليهم ميثاق ثالث، وهو ميثاق الرسل، فمن كذب الرسل نفعه الميثاق الأول والثاني وحوسب به، ومن كذب الرسل من صدق الرسل نفعه الميثاقان، ومن كذب الرسل حوسب بجميع المواثيق وعذبه الله تبارك وتعالى بتكذيب الرسل، فالله تبارك وتعالى يبعث الرسل حجة على خلقه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة على تفسير هذا الميثاق، وهي ثلاث أدلة ضعيفة. الأول قال: وروى إسحاق بن راهوي أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدئ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ أتبتدئ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ الحديث وبين إسحاق بن راهوي وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاوز، فقد عاش رحمه الله تعالى في زمان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في نحو سنة 240. الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الموطأ، أما حديث عمر رضي الله عنه في الموطأ فهو حديث ضعيف كذلك، لا يثبت لأن فيه انقطاع، وبعض جمل هذا الحديث جمل صحيحة دلت عليها أحاديث أخرى صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ختم بحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي، وهو حديث منكر كذلك لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الميثاق الصحيح من أقوال أهل العلم عدم صحته وعدم ثبوته. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ الجواب: قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم جنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخر والمعنى واحد. ثم ذكر التقدير العمري الذي يكون عند تخليق النطفة، وهذا التقدير ذكر له بعض الأدلة، أولها قول الله عز وجل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، ودلالتها أن الله عز وجل أعلم بكم وبما جرى عليكم من القدر في هذا المحل، وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ثم ذكر
حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. وهذا الحديث في المتفق عليه وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا التقدير يكون بعد 20 و100 يوم وهو في بطن أمه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ الجواب: قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم رحمهم الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بالتقدير الحولي في ليلة القدر. والتقدير الحولي يعني السنوي، ودليله قول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وفيها أي في ليلة القدر، أي في ليلة القدر. ثم ذكر آثارا تفسر هذه الآية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض التابعين من أهل التفسير تدل على هذا التقدير السنوي التفصيلي. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل التقدير اليومي؟ الجواب قال تعالى: كل يوم هو في شأن. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل ذلك صادر عن علم الله الذي وصفته تبارك وتعالى. ثم ختم أنواع التقدير فقال: ما دليل التقدير اليومي؟ الجواب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. فالتقدير إنما يكتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين، ويقدر مرة ثانية والعبد في بطن أمه، ويقدر مرة ثالثة في ليلة القدر. وهناك تقدير آخر وهو تقدير تفصيلي في كل يوم من الأيام، في كل يوم من الأيام. فهذا التقدير هو تفصيل لما يحدث للعبد في يومه وليلته، وأن الملائكة تستنسخ ما يفعله العبد في يومه وليلته كل يوم من اللوح المحفوظ. وهذه الآثار التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى
بعضها صحيح وفي بعضها كلام، فهي بالجملة تدل على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.